يراقب مفتشون يؤازرهم عناصر من الميليشيات الخبز الذي يخرج من فوهة الفرن. ففي بلاده الغارقة في أزمة، شن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حربا على مؤامرة مفترضة حاكها أصحاب الأفران للتسبب في نقص هذه المادة الأساسية واختفائها من الأسواق. وتريد الحكومة الاشتراكية التي تحتكر عبر الإشراف على العملات الصعبة استيراد المواد الغذائية أن يكون 90% من الطحين الذي تبيعه إلى الأفران بسعر مدعوم مخصصاً لصنع الخبز الذي تحدد سعره، وليس لصنع الكعك والفطائر أو الحلويات التي تباع بأسعار حرة فتكون بالتالي أغلى. وفي الأفران العشرين التي زارها مراسل وكالة فرانس بريس في العاصمة، يعرض قليل منها بيع الخبز، والأفران التي يتوفر لديها الخبز تعرضه بكميات قليلة جدا، وتحدد الكمية التي يستطيع الشخص شراءها. هذه التدابير التي اتخذها رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية تبدو ممتازة بالنسبة لي، بما أن هؤلاء السادة لا يقومون ببيع الخبز بهدف ادخار كل الطحين وعدم استخدامه. يعتبر آخرون أن هذه التدابير القسرية لن تغير شيئاً. لا أعتقد أن شيئا سيتحقق من هذه التدابير، لأن كل أنواع المنتجات بما فيها الطحين موجودة بكميات قليلة. من جهتها، قالت نقابة الأفران البالغ عددها 8000 في البلاد أنها تحتاج إلى 120,000 طن من القمح شهريا لتلبية الطلب، لذلك لا توزع الحكومة إلا 30,000 طن.